بالحلقة الماضية سألتكم انه اذا سو 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 لا عم صور سو هو انا وحازم اتفقنا يعني هو يوم هو يوم انا بصور يعني تعرف انت بس مين الوضع؟ ما علينا بنعتذر. بالحلقة الماضية طلبت منكم تكتبوا لي قصف جبهات بين شخصين، خلينا نشوف تعليقاتكم شو كانت. ابي لما بدي اروح الجنة انا بدي اسأل فرعون كيف بنى الاهرامات؟ بس يا ابني فرعون راح النار. اذا هيك انت اسأله. لك ابني على طول بس انا قصيرة. عم بحكي مع لسانك. بلس شريك، انا مبارك شفت حلم انك كنت فايت على الجنة. شفتي معك؟ انا اول ما شفتها عرفت انه حلم. لا ما بدك خسر. ايه بدك كواليس بدي ازود فيديو على دعاية. عيد 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 لهون واحد اثنين لهون استنى شوي نريك لا اوعى لهون خلصوا تعليقاتكم الزنخة. ما عاد عدا يعني لهون خلصوا تعليقاتكم الظريفة. اما سؤال برنامج فقرات الفكاهية للحلقة القادمة هو انه في قواعد غريبة بهي الحياة بس هي قواعد أساسية، نحن فكرة صدفة بس هي لا قاعدة. انه مثل وقت انه ما بتجيك الحكي تبع القلب غير وتكون ايدك في شحاط. هي قاعدة أساسية دائما بتصير. ابدا بالتعليقات. او بتكون اذا كنت عند الحلاق كمان هيك تجيك ما بتحس طالع ايدك واللاي فوطة. ابدا بالتعليقات، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات. بشوفكم بحلقة قادمة يمكن بكرة او بعد بكرة ما بعرف. ليش ما بتحط لايك انت هلا؟ انت باين انك وصلت لهون لهي الدقيقة، ما اذا عاجبك الفيديو حط لايك احسن ما اجي عم اشتغل على الفاضي نحن. هدي شي حلو بطلت صور. طفي.